الفعاليات اللي صارت هون بهالساحة محل ما نحن واقفين. في تاريخ وفي حضارة قبل. هي تل الشريفة هون كان كل محلات صيدلية جنبي. هون كان أحمد محلي على السمك. هي مؤخرا. على مريحة جاي هلا جيت هون ما في حدا طاول يعني طلع هون يعني كل ما عم بجي لهون بس عم بطلع شيء بطلع هي وبطلع شيء شو نسوي هلا شوي بدي اقوم يعني عشان صلي تصليحات كلها نظبطهم كل هالشغلات لنشوف شوي نساعد